يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي العظيمه في حلقه جديده والسادسه. الحقيقه يمكن هتكلم النهارده الاول قبل ما ادخل في تفاصيل حلقه وموضوعاتنا النهارده مع الجمهور في كل ما يشغل بالهم، خصوصا فيما يتعلق بانتقالات لعيبه من والى النادي الاهلي. الحقيقه يمكن احنا الموضوع قتل بحثا، وانا كلمت حضراتكم انه على مدار الايام الاخيره بالذات كان في تركيز كبير جدا، واكدت على انه الاهلي في مرحله مهمه وحرجه جدا قبل مواجهه الترجي في قبل النهائي الافريقي، وقلت لحضراتكم اخبار كتير جدا كلها متفبركه وكلها في شنك طبعا فيما يتعلق بانتقالات عدد كبير وصل تقريبا لنص فرقه النادي الاهلي. وخلينا نتفق على مبدئين، المبدا الاول انه من اللحظه دي ومن ايام كمان فاتت لغايه لما توصل للحظه ولليوم وللساعه والدقيقه اللي هيتم فيها الاعلان عن قائمه النادي الاهلي، هتسمع الموسم الجديد طبعا هتسمع كلام كتير جدا، وغالبا غالبا بنسبه 90% منه هيكون كلام مش دقيق. وارجع كده حتى المواقع الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، ارجع لليوتيوبرز يعني اللي بيتكلموا في الموضوع ده، ارجع لوسائل الاعلام والقنوات اللي اتكلمت في سنين فاتت على صفقات وعلى مديرين فنيين وعلى مفاوضات بين النادي الاهلي وعدد كبير جدا من الاسماء سواء جايه النادي الاهلي او ماشيه على النادي الاهلي، وهتلاقيها ما اتحققتش. الاهم من ده وانا بكلم جمهور النادي الاهلي انه عارف طبعا ان الحب اللي في قلوب الاهلاويه للنادي الاهلي بيترجم في اوقات كتير جدا مع خبر هنا خبر هناك لحاله خوف، حاله قلق، حاله توتر، لكن في النهايه انت عندك فريق بطل، فريق فيه كل مقومات البطوله، والبطوله مش بس صحيح اللاعبين، الفريق العناصر الموجوده في الفريق عنصر اساسي وعامل اساسي في نجاح الفريق في التتويج بالبطولات، لكن معاه عناصر تانية كتير جدا مش موجوده تقريبا في كل اللي حواليك، ومش بتكلم بس على مستوى مصر، لا بتكلم على مستوى افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي. نوادي قليله جدا اللي ممكن تكون بتنافس الاهلي في العناصر المتكامله اللي ممكن تخليه دايما مرشح لتحقيق بطوله. هنا بتكلم على جمهور عظيم جدا لا يضاهيه اي جمهور تاني، لا على مستوى افريقيا ولا على مستوى الوطن العربي. ومش ببالغ كمان لو قلت انه الاهلي من حيث الجماهيريه والشعبيه نادي كبير جدا من اكبر الانديه على مستوى العالم. دي نقطه وعامل مهم جدا في تحقيق البطولات، ويمكن يكون عامل اساسي كمان. النقطه الثانيه الحقيقه هي الاداره والسياسات والرؤى اللي بتتبعها الاداره عشان تحقق دايما الهدف الاساسي للنادي الاهلي وهو التتويج بالبطولات في كل اللعبات. الحقيقه يمكن ادارات النادي الاهلي متعاقبه، انا مش بس بتكلم على اداره كابتن محمود الخطيب، ادارات متعاقبه على مدار اجيال كتير جدا طبعا، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، انا مش عايز ارجع بالتاريخ لورا قوي، لكن الحقيقه انا هتكلم على اخر 30 40 سنه، هتلاقي انه سياسات ومبادئ النادي الاهلي دايما واحده، وانه الفريق واسم النادي الاهلي هو دايما النجم. عشان كده يمكن اسماء اللاعبين مهما كانت اهميتهم ومهما كانت نجوميتهم ما بتصنعش النجوميه دي الا وهي داخل دايره النادي الاهلي. عشان كده اطمنوا، وان شاء الله طبعا في وقتها هيتم الاعلان عنها، لكن الحقيقه سكواد النادي الاهلي ان شاء الله كل المؤشرات والدلالات بتقول انه السنه الجايه في حته ثانيه خالص. خليني بس اطمن حضراتكم كمان على انه هتسمعوا كلام كتير جدا على اسماء في فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي، واسماء مهمه جدا جالها عقود احتراف بره وجالها عروض بره، وده شيء طبيعي جدا. فريق بطل افريقيا وثالث العالم وبطل سوبر افريقيا وبطل دوري وكاس في مصر، طبيعي جدا انه العناصر بتاعته تبقى مطلوبه في اوقات كتير، في اوقات كتير جدا بتبقى العناصر دي مطلوبه مش بهدف التعاقد معاها، لكن ممكن تبقى مطلوبه في وقت من الاوقات لاحداث حاله من حالات التشويش على الفريق في مرحله مهمه، وده امر مشروع في المنافسه. يعني بنفهم كتير جدا انه لو عايز تخرج فريق او تخرج لعيب بره حاله تركيزه، خصوصا طبعا لما بيبقى عنده ان شاء الله قبل نهائي ونهائي افريقيا، اتكلم معاه في مفاوضات واعرض عليه مبالغ خياليه تخليه راسه كده تلف شويتين وما يبقاش في حاله تركيز تام مع فرقته، وارد، ده شيء وارد جدا. او في وقت تاني بيكون الغرض من التفاوض هو انك تدخل النادي الاهلي في محاوله طرديه مثلا، او انك تدخل النادي الاهلي اذا كان صفقه بره النادي الاهلي انك تعلي عليه مبلغ التفاوض مع لاعبين هو عايز يستقطبهم او عايز ينتدبهم لصفوف فرقته. ففي الوقت ده مش برضه مش بتبقى او مش بيبقى الهدف بغرض الانتداب او بغرض انك تشتري اللعيب بقد ما انك انت تصعب طريق المفاوضات على النادي الاهلي. وعشان كده الحقيقه يمكن الملف ده هيكون مفتوح، بس اطمن حضراتكم كل العروض التي تم الاعلان عنها لنجوم النادي الاهلي عروض وهميه ولم يصل للنادي الاهلي عرض رسمي
غير يمكن للاعب او اتنين، والموضوع في النهايه واعتقد حسب مبادئ النادي الاهلي مرتبط بالمقابل المادي. الاهلي عمره ما هيقف عقبه في طريق اي نجم من نجومه، وبالتاكيد عنده البديل القادر على ان هو يسد اي فراغ. النهارده حلقتنا فيها كلام طبعا عن اليورو، وفيها كلام كمان على الترجي. النهارده الحلقه بشكل مكثف هنركز فيها على فرقه الترجي ونقرب منها ونعرف مصادر الخطوره فيها، نقط القوه نقط الضعف. هيشرفنا طبعا دكتور احمد ثابت في الجزء الاخير من الحلقه. هيكون كمان لينا وقفه مع اليورو، وتحديدا الحقيقه مع منتخب بلجيكا اللي كشر عن انيابه امبارح الحقيقه، وقدم عرض قوي جدا وقدر يفوز بالثلاثه، وكمان انطلاقه ايطاليا وفوز انجلترا النهارده بالمناسبه الحقيقه اللي بيقول انها جايه تنافس على اللقب. خلينا نبدا حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. كابتن محمود الخطيب يطمئن على محمود تريزيجيه، وتريزيجيه يحضر تدريبات فريق الكره، وعبد الحفيظ يطمئن على برنامج تريزيجيه العلاجي. الاهلي بيجري مسحه طبيه استعدادا لمباراه الترجي. وليد سليمان يكتفي بجلسه في الجيم. بدر بنون يعود للقاهره وينتظم في التدريبات. الاتحاد الدنماركي يكشف تطورات حاله إريكسن. اهلا بحضراتكم. هبتدي الحقيقه انا بشوفها مش بس لقطه اليوم، لكن بشوفها كمان درس مهم جدا للتاريخ، ودرس مهم جدا للي جاي. في نماذج الحقيقه او امثله على اسماء كتير جدا توقفت مسيره عطائهم للنادي الاهلي، لكن ابدا التوقف ده لم يؤثر على حبهم وانتمائهم للنادي الاهلي من ناحيه، ولا على قدرهم ومعزتهم بالنسبه للنادي الاهلي وادارته، ولا على مكانتهم كمان في قلوب جماهير النادي الاهلي. اللقطه الحقيقه مرتبطه طبعا بنجم استون فيلا ونجم النادي الاهلي السابق محمود تريزيجيه، اللي زار النادي الاهلي النهارده واستقبله كابتن محمود الخطيب. وبالمناسبه حتى يمكن انه تريزيجيه في كلامه على زيارته النهارده النادي الاهلي قال انه واحده من اكثر الاسباب اللي رفعت حالته المعنويه بعد اصابته. طبعا دي لقطات زي ما حضراتكم شايفينها. والحقيقه دخل النهارده طبعا استقبله كابتن خطيب وحضر تمرين فرقه زي ما حضراتكم شايفين في الشوط ده. عشان يحصل تريزيجيه ماشي بقاله قد ايه؟ تريزيجيه ماشي بقاله كتير، لكن اول ما رجع دخل بيته لقى الناس بتقول له اهلا وسهلا، لقى نفس حاله الاهتمام كما لو كان واحد من لاعيبه النادي الاهلي. وعلى الشباب اللي جاي اللي هيشيل الرايه بعد الجيل الحالي انه يسال نفسه ليه؟ ليه في ناس خرجت وانقطعت صلتها بالنادي الاهلي وخسرت كتير جدا ارصده في قلوب جماهير النادي الاهلي العظيمه؟ وليه في جماهير رغم انها ما بقتش بتمثل النادي الاهلي ومش لابسه تيشيرت نادي الاهلي ما زالت يعني جمهور نادي الاهلي بيقدرها وبيحترمها وبيحبها، رغم انه انها يعني احترفت بره مصر او حتى احترفت جوه مصر؟ ده سؤال مرتبط بفكره الاختيار. انت ازاي بتختار انه تنهي علاقتك مع نادي الاهلي حتى ولو لفتره مؤقته؟ فكره انك انت، وانا قلت ابدا الاهلي ما بيقفش على حد، ويا منجوم كتير قوي قوي من 1907 لغايه النهارده. انت بتتكلم على كم كبير جدا من النجوم في مختلف الالعاب، مع كامل التقدير والاحترام لاسمائهم ولاسهاماتهم ولبطولاتهم ونجاحاتهم اللي حققوها مع النادي الاهلي، لكن اغلبهم في طاي نسيان. الباقي الوحيد هو النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. وبالتالي درس مهم جدا للي جاي، ولازم تسال نفسك ازاي في يوم من الايام حتى ولو مسيره عطائك توقفت للنادي الاهلي تحافظ على انتمائك للمكان وتحافظ على حب واحترام جماهير ومسؤولي النادي الاهلي حتى بعد انتهاء مسيره عطائك. ده اعتقد الدرس الاهم في لقطه النهارده في زياره محمود تريزيجيه للنادي الاهلي واستقبال كابتن خطيب ليه، حتى مشاعر الود والحب اللي بانت بينه. يعني مستر موسيماني ما قابلش تريزيجيه قبل كده، يمكن يكون عارف انه تريزيجيه كان لعيب في الاهلي، شاف له ماتش ولا ماتشين مع استون فيلا، لكن الراجل النهارده استقبله ورحب بيه. اللعيبه كلها الحقيقه استقبلته ورحبت بيه بشكل كبير جدا، ونتمنى له طبعا يعني انه الشفاء العاجل وانه يرجع بالسلامه طبعا، ويكون ان شاء الله باذن الله فورمه احسن من الاول. طبعا هو عنده رباط صليبي وان شاء الله باذن الله. يعني طبعا رباط صليبي دي زمان كانت مشكله كبيره، بتهيألي النهارده يعني الطب اتقدم بشكل كبير، وان شاء الله يكون عنده القدره انه يرجع
ويواصل مسيرته الناجحه، واحد من انجح اللاعبين المحترفين المصريين في الوقت الحالي. يمكن هو وصلاح والنني قدموا الحقيقه وراء اعتمادهم في واحد من اقوى الدوريات في العالم كله، طبعا الدوري الانجليزي. كان ليه اجتماع النهارده كمان قابل فيه كابتن سيد عبد الحفيظ وطمن منه على تطورات الاصابه وعلى خطوات العلاج اللي بيقوم بيها. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا كان ليه لقاء مع كل اللعيبه اثناء التمرين. وبمناسبه التمرين خليني اقول لحضراتكم النهارده الصبح كان في مسحه طبعا قبل بدايه المران استعدادا طبعا للسفر. مفترض انه الفرقه هتسافر ان شاء الله يوم الثلاث لتونس عشان تبدا استعدادها للقاء رادس ان شاء الله المنتظر انه يكون يوم السبت اللي جاي يوم 19 يونيو. وكان النهارده في بعض الاخبار المتعلقه طبعا بنجوم الفريق. بدر بنون رجع الحمد لله من بعد ما انضم لمنتخب المغرب للمحليين، رجع النهارده بس ما دخلش التمرين، دخل التمرين في الجيم. ويمكن اللي كان معاه في او هو رجع امبارح بالليل بس كان موجود في النهارده في النادي يعني عشان يتمرن تمرينه خفيفه كده في الجيم. وكان معاه كمان يمكن كابتن وليد سليمان كان عنده كدمه في رجله، فبرضه وليد ما خدش التدريب النهارده لكن اكتفى ببعض التمرينات الخفيفه في الجيم عشان ان شاء الله باذن الله يكونوا جاهزين بقى ان هم يخشوا في تدريبات الفريق وان شاء الله يسافروا مع الفريق لتونس. خليني اقول لحضراتكم كمان من اخبارنا النهارده خبر متعلق طبعا ب اريكسن. طبعا العالم كله توقف للحظات امبارح عشان يتابعوا اصابه اريكسن في مباراه فرقته مباراه الدنمارك وفنلندا. والحقيقه يمكن ردود الافعال كانت في منتهى القوه. طبعا هنا احنا مش بنتكلم على انتماء، مش بنتكلم على انت بتحب اللاعب او ما بتحبوش، بتشجع الدنمارك ولا ما بتشجعش الدنمارك، حتى بتشجع انتر في الفريق اللي بيلعب ليه اريكسن ولا لا. لكن الحقيقه حاله التعاطف الكبيره جدا من كل الناس الحقيقه صغيرين وكبار، مش بس حتى من الجمهور الدنماركي او شعب الدنمارك اللي يمكن زي ما قالت رئيسه وزرائهم النهارده انه العالم توقف للحظات. كان ليها تغريده الحقيقه النهارده قالت فيها انه العالم توقف للحظات مع اصابه اريكسن، وانه افضل رساله جات لنا من ملاعب كره القدم هي رساله انه بحاله جيده وحالته مستقره. والنهارده كمان الاتحاد الدنماركي يمكن طلع بيان رسمي كشف فيه طبعا للناس كلها او العالم كله حاله تطورات حاله لاعب كريستيان اريكسن لاعب المنتخب الدنماركي بعد الاصابه العنيفه اللي تعرض ليها في كاس الامم الاوروبيه. ويمكن في البيان قال الاتحاد انه تم التواصل مع كريستيان اريكسن اللي بعت كل التحيه لكل زملائه وبيطمن كل جماهير الكره انه حالته مستقره، هيفضل في المستشفى مفترض انه يخضع لبعض الفحوصات الطبيه. والبيان كمان قال انه الاتحاد يود انه يتقدم بالشكر للجميع طبعا بسبب كل المشاعر الايجابيه ورسائل الدعم اللي وجهت لكريستيان اريكسن سواء كان دم من جماهير او من لاعبين او حتى العائلات الملكيه في الدنمارك وفي انجلترا وكل الاتحادات الدوليه والانديه. الحقيقه يمكن حاله تعاطف كبيره جدا، مشاعر انسانيه طبيعي جدا انها تتحرك. وهنا احنا بنتكلم على شيء طبيعي، وارجوكم انكم تفصلوا لانه للاسف في بعض الرسائل المرتبطه بمواقف قبل كده للدنمارك او موضوع لا علاقه له على الاطلاق، موضوع انه حاله انسانيه ولابد انك ده انسان في الاول والاخر الحقيقه. وكانت صدمه لكل اللي تابع الواقعه دي، صدمه عنيفه الحقيقه. وكان الحقيقه في حاله ارتياح وفرحه، انا ما بشجعش الدنمارك واريكسن مش من اللاعبين اللي يعني اللي انا حريص على متابعتهم، لاعب كويس ومؤثر جدا وكل حاجه بس ما هوش من النجوم المفضلين يعني بالنسبه لي. لكن الحقيقه اول ما اطمنت عليه يعني انا حسيت بفرحه كبيره جدا، واعتقد انه اي انسان طبيعي هيحس بنفس الاحساس ده. نتمنى طبعا ان هو يعني ما اعتقد انه ما هيكون في صعوبه كبيره جدا ان هو يكمل البطوله، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله على الاقل ان احنا نطمن عليه وانه يكون جاهز ان شاء الله حتى في وقت بعد البطوله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم اكتر بقى على الكره البلجيكيه اللي كشرت عن انيابها امبارح. لوكاكو الحقيقه قدم عرض منتخب بلجيكا الحقيقه منتخب محترم بشكل كبير، وانا بشوفه ما زلت عند رايي انه واحد من اقوى المنتخبات اللي بتشارك في اليورو، واحد من المنتخبات المرشحه بقوه الحقيقه لاحراز اللقب. الحقيقه امبارح قدم مباراه قويه جدا، ولوكاكو تالق واحرز هدفين وانتهت المباراه بنتيجه 3-0. هيكون معانا في السادسه بعد الفاصل لويس اوليفييرا
طبعا واحد من نجوم المنتخب البلجيكي وايضا واحد من نجوم نادي فيورنتينا الايطالي، هيظهر معنا في السادسه بعد الفاصل في الفيديو كونفرنس. ارجوكم ابقوا معنا. تتفق تختلف، ده موقع ترانسفير ماركت، الموقع الأشهر في العالم في تحديد القيمة التسويقية يعني للاعبين، واللي اختار الخمسة دول اللي حضراتكم تابعتوها كأغلى خمس لاعبين في بطولة اليورو. وإن كان الحقيقة أنا على مستوى الشخصي بشوف إن في لاعبين كتير ممكن يكونوا أقدر أو أكثر استحقاقا، يعني مثلا لعيب زي ليفاندوسكي أعتقد إنه يمكن يكون الأفضل على مستوى العالم النهاردة، وبالتأكيد لو اتحط في مقارنة مع كين أو لوكاكو هيكون هو الافضل. لاعب طبعا زي كريستيانو رونالدو ما نقدرش ننساه، وغيرهم وغيرهم كتير الحقيقه. يمكن في لاعبين كتير جدا بيظلموا مواقع ترانسفير ماركت، بس في النهايه هو بيعتمد على مجموعه من الارقام والاحصائيات اللي بيقدر من خلالها انه يحدد القيمه التسويقيه للنجوم. خلينا نروح بقى اكتر نتكلم، بما انه القائمه فيها اثنين من اشهر نجوم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين، نتكلم أكتر على منتخب بلجيكا. الحقيقة يمكن منتخب يضم عدد كبير جدا من العناصر في كل الخطوط، بداية من حراس المرمى طبعا تيبو كورتوا وصولا لخط هجوم لوكاكو، وعد بقى عدد كبير جدا من نجوم في نص الملعب وقادرين على إحداث التغيير والفارق. عندنا كمان الحقيقة تجربة مهمة جدا مع مانسيني الحقيقة المدير الفني الإيطالي. إيطاليا بتقدم نسخة مختلفة تماما عن الكرة الإيطالية، والحقيقة من خلال فوزها في أولى مباريات البطولة 3-0 على تركيا بتقول كمان أنها حاضرة وعندها فرص كبيرة. هيكون معنا واحد من نجوم الكرة البلجيكية اللي لعب لأندرلخت البلجيكي ولعب كمان لمنتخب بلجيكا، وكان ليه كمان نصيب مع الكرة الإيطالية من خلال مشاركته وتألقه مع نادي فيورنتينا الإيطالي. لويس أوليفييرا النجم البلجيكي معنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بداية أهلا بك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على وجودك معنا. لقناة الأهلي على دعوتي، إنه لفخر لي الزور على قناة الأهلي وأنا أرحب بكم. طيب هل أنت بما يعني بحكم مسيرتك الكروية بالتأكيد قلبك وتعاطفك بيروح أكتر لبلجيكا، وأعتقد كمان المنتخب الإيطالي ممكن بيكون يعني ليه من زي ما بنقول بالمصري من الحب جانب؟ أقول لك الحقيقة، بالرغم من لعبي في إيطاليا لكن أنا قلبي وروحي وعقلي مع منتخب بلجيكا بحكم الجنسية وبحكم بلادي، لكن في نفس الوقت أحترم إيطاليا ولم تكن بلجيكا فأتمنى إيطاليا. طيب خليني أبتدي مع بلجيكا الحقيقة اللي قدمت عرض قوي جدا وقدرت تحسم المواجهة الأولى بثلاث أهداف، طبعا تألق غير عادي للنجم روميلو لوكاكو إحرازه هدفين. إزاي شفت بداية أو انطلاقة منتخب بلجيكا في يورو 2020؟ يجب أن يعلن الجميع أن منتخب بلجيكا لم يعد الحصان الأسود كما يسموه في جميع البطولات الأخرى. بلجيكا الآن أصبحت مفضلة، وبلجيكا أصبحت أكثر الفرق المرشحة للبطولة، ليست أكثر المرشحة بل نقول المرشح الأقوى للفوز بالبطولة. لدينا العديد من المواهب، لدينا كواليتي لاعبين جيدين جدا.
أنا أعتقد أن من السهل الفوز ببطولة اليورو مع احترامي لجميع المنتخبات الكبيرة، ولكن أنا أثق في فريقي. لدينا الكبير وأفضل مهاجم حاليا في العالم لوكاكو، معنا دي بروين ومعنا لعيبة كبيرة. أعتقد أن بلجيكا سوف تذهب بعيدا في هذه البطولة. بمناسبة لوكاكو بعيدا عن الكرة، يمكن الحقيقة كانت لقطة مهمة جدا ومميزة جدا من النجم البلجيكي لوكاكو، بعت منها رسالة لزميله في فريقه في الانترناسيونالي كريستيان إريكسن، طبعا العالم كله الحقيقه يمكن تابع بقلق شديد جدا اصابته. ازاي شفت الرساله دي، وازاي كمان تابعت اصابه كريستيان إريكسن في مباراه الدنمارك وفنلندا؟ لا، مش لوكاكو فقط من بعث رسالة، العالم كله توقف، وأنا كلاعب وكإنسان قلبي توقف للحظات وكنت حزين. اعتقدت أن اللاعب فارق الحياة لفترة، لكن كل ما فعله لوكاكو هي رسالة لجميع العالم أن كرة القدم ليست فقط منافسات داخل الملعب، هي داخل الملعب وخارج الملعب. ايه الرساله اللي تحب انك انت توجهها لكريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك وانترناسيونالي الايطالي؟ يجب ان اقول له قبل اي شيء، اتمنى ان يمر هذه الوعكه الصحيه وان يعود للملاعب. إريكسن لاعب كبير ومهم جدا لبلاده ولاي فريق يلعب له. أقول له ستمر هذه الأزمة إريكسن، وأنا من هنا من خلال قناة الأهلي أتمنى أن يعود بسرعة. رجوعا مرة ثانية للمنتخب البلجيكي، يمكن اثنين من أفضل اللعيبة واللي يمكن ليهم في مصر جماهيرية كبيرة جدا في منتخب بلجيكا، نجوم كيفن دي بروين وإيدن هازارد. إزاي بتشوف طبعا مشاركة هازارد الأولى مع المنتخب؟ هل ده هازارد بمستواه المعهود ولا شايف إنه محتاج وقت شوية؟ ونطمن منك كمان على فرص دي بروين في المشاركة في المباريات المقبلة. أنت والجميع وكل العالم يعرف من هو هازارد. هازارد لاعب لا يختلف عليه اثنين، مر ببعض الإصابات التي أوقفت مسيرته، لكن يجب على الجميع أن يعلم أن هازارد إذا عاد إلى مستواه المعهود قد ينافس على الكرة الذهبية. لا يعتقد الجميع أن هازارد قد انتهى. أعتقد أن هذه البطولة قد تكون النقطة الحقيقية لعودة هازارد لمستواه المعهود، وأنا أتحدث معه جوارديولا مع دي بروين برليامو. نتكلم عن دي بروين، دي بروين من أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي. أما لوكاكو، أعتقد من حديثك عن لوكاكو أنك تتابع الكرة الإيطالية وتتابع لوكاكو جيدا، لوكاكو أقوى مهاجم في العالم. البعض كان تحدث قبل كده على قوة المنتخب البلجيكي وقال أنه يحتاج إلى جهاز فني بمستوى معين قادر على إحراز البطولات لمنتخب بلجيكا، تعليقك على ده؟ وهل بتشوف أنه الجهاز الفني الحالي قادر على تحقيق بطولة اليورو مع تشكيلة بلجيكا الحالية؟ بالتأكيد مارتينيز واحد من أقوى المدربين في العالم، وأنت والجميع شاهد منتخب بلجيكا، الفرق بين بلجيكا الآن وبلجيكا في النسخ الأخرى. احنا شفنا بلجيكا في كأس العالم واليورو الماضي كانوا يقدمون مباريات بطريقة ممتعة، لكن أعتقد أن مارتينيز، وأتمنى له التوفيق، لكن أنا متفائل بمارتينيز، وأعتقد أنه قام بتغيير كواليتي بعض اللاعبين. وهناك أنا أقول لك شيئا مهما، مارتينيز قريب جدا من اللاعبين، يتحدث معهم دائما ويتخذهم كصديق، لا يتعامل معهم كمدرب ولاعبين. السلطات البلجيكية تحدثت بالأمس وهنت المدرب وهنت اللاعبين. لويس أوليفييرا، أنت طبعا لاعب دولي وشاركت مع المنتخب البلجيكي وعندك مشوار طويل كلاعب محترف، وتعلم تماما أنه الكرة الممتعة والتشكيلة القوية ليست وحدها كافية لإحراز بطولة. يعني عندنا الدرس الأهم طبعا والأقرب هو خسارة مانشستر سيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا لصالح تشيلسي، اللي كان كل التقييمات بتقول انه الفريق الاقل حظا او الفريق اللي كفته مش ارجح لتحقيق البطوله، ورغم ذلك ف
فاز فريق تشيلسي بدوري الابطال. تحقيق البطوله قصه لها معايير معينه، هل شايف انه المعايير دي موجوده في منتخب بلجيكا؟ اعتقد ان هذا شيء مهم جدا. المتعه لا تكفي لاحراز بطوله، انا اتفق معك، لكن اذا ما تحدثنا عن المنتخب البلجيكي اقول لك من بدايه حراسه المرمى الى الهجوم لدينا كواليتي في جميع المراكز، لدينا مدرب خارج الخطوط عازم الامر على الفوز بالبطوله. بلجيكا لن تفرط في بطوله اليورو، انا احترم جميع المنتخبات، احترم ايطاليا، احترم فرنسا، لكن لا نحن لدينا الكثير من الحظوظ لاحراز البطوله. اقول لك انا متفائل بمنتخب بلجيكا، متفائل بالمدرب، متفائل بكل ما يقدمه اللاعبون. خليني برضو اسالك عن رايك في العرض اللي قدمه منتخب ايطاليا في المباراه الافتتاحيه وفوزه بنتيجه 3-0 مع تقديم عرض قوي امام تركيا، ازاي تابعت المباراه وهل بتشوف المباراه دي كافيه لتقييم قدره المنتخب الايطالي على المنافسه على البطوله؟ اريد ان اقول لك شيئا هام. بداية البطولة بالمباراة الافتتاحية ليست بالأمر السهل أن تلعب مباراة افتتاحية وتقدم هذا المستوى الرائع الذي قدمه المنتخب الإيطالي أمام المنتخب التركي، وذلك لأن المنتخب التركي ليس بالسهولة الذي يعتقده الجميع برغم خسارته أمام المنتخب الإيطالي ب3 أهداف. أنا أتفق معك، روبرتو مانشيني قدم أداء أكثر من رائع. المتابع لإيطاليا يعلم أن إيطاليا قاموا بالفوز ب27 مباراة متتالية، وهذا لم يحدث في تاريخ المنتخب الإيطالي لأكثر من 20 عام. أنا أقول لك أن إيطاليا ستقاتل وتنافس على البطولة للنهاية. مين من المنتخبات المشاركة في البطولة بترى أنه قادر على منافسة بلجيكا على التتويج وتحقيق لقب اليورو 2020؟ اسبانيا تبقى دائما مفضلة للجميع واقوى المرشحين للفوز بالبطولة، واسبانيا مع لويس انريكي مختلفة جدا، وفرنسا بطل العالم لا تجب أن ننسى فرنسا، فرنسا أيضا مرشح بقوة. أعلم أنك قد تبتسم لأن قلت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، الأمر صعب صدقني. حظوظ المنتخب الألماني والمنتخب الإنجليزي من وجهة نظرك، هل التشكيلة اللي بيشاركوا بيها عندها القدرة على المنافسة على البطولة؟ أقول لك شيء هام جدا، ألمانيا لم تعد ألمانيا المرعبة المخيفة، أنا أستخدم المرعبة لأن العالم والمجتمع الأوروبي كان يخشى ألمانيا، لكن ألمانيا تبقى دائما من أقوى الفرق الأوروبية. تغيير المدرب وتعيين هانز فليك بعد البطولة قد يمثل بعض الأشياء الصعبة ليواخيم لوف، لا يجب أن ننسى أن يواخيم لوف قدم أداء أكثر من رائع وساهم وخسر وفاز سوري أمام البرازيل ب7-1 وفاز أمام فرنسا، لكن تبقى ألمانيا ألمانيا، لكن الجيل مختلف. طيب خليني أروح معك أبعد عن المنتخبات وأروح للاعبين، مين هم أكتر اللاعبين اللي بتتوقع تألقهم في البطولة الحالية سواء من بلجيكا أو من خارج بلجيكا؟ أنا أعشق لوكاكو وأقول لك أن لوكاكو سيكون نجم البطولة وسيأخذ أفضل مهاجم في البطولة، ليس فقط بما قدمه بالأمس لوكاكو، لوكاكو يقدم مستوى رائع طوال الموسم. ومين المنتخب اللي تتوقع أنه يكون حصان أسود بطولة اليورو 2020؟
credo che l'Inghilterra sarà una squadra انجلترا ستكون الحصان الاسود في هذه البطوله. شاهدت منذ قليل ما قدموه انجلترا في الايام الماضيه، خسرت بعض الجماهير بما يقدمه من اداء سيء، لكن اذا كنت تريد الاجابه على سؤالي بالحصان الاسود سيكون انجلترا. لويس اوليفييري، خليني اسالك، هل انت متابع للكره المصريه او اللاعبين المصريين، وتعرف ايه عن الانديه المصريه، وتحديدا يعني تسمع ايه عن النادي الاهلي المصري؟ ما ديشامو كيلالي الاهلي واحد من اعظم، ليس واحد من اعظم، هو الاعظم في افريقيا، ثاني اكثر فريق حصولا على البطولات في العالم بعد الريال مدريد. اعتقد ان الاهلي وادارته اكثر اداره حكيمه. انا اتابع جيدا الدوري المصري، واعتقد ان الاهلي ينتظره مباراه هامه جدا خلال الاسابيع المقبله امام فريق تونسي يدعى الترجي. اعتقد اتمنى الاهلي يفوز بهذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا على المشاركه معنا في السادسه، وبشكرك على وقتك، وبتمنى طبعا التوفيق لمنتخب بلجيكا. الحقيقه يمكن واحد من اكثر فرق في البطوله بتقدم كره ممتعه، ويضم الحقيقه تشكيله رائعه ومتميزه جدا من النجوم على كل المستويات. فقراتنا في السادسه مستمره مع حضراتكم، وزي ما قلت لكم حلقه النهارده مخصصينها للكلام على الترجي، فريق محترم عنده شخصية البطل، واحد من بدايات المشوار الحقيقة، من أبرز المرشحين للوصول للمباراة النهائية. كتير من المحللين والخبراء كانوا متوقعين أنه النهائي يكون أهلي ترجي، لكن القرعة وقعتنا في تصادم مبكر في الدور قبل النهائي. هنتكلم على الفرقة، وهنتكلم عن نجومها، وهنتكلم على أرقامها واللي حققته في مشوارها الموسم ده، سواء في المنافسات المحلية أو في مشوارها في دوري الأبطال، في السادسة مع دكتور أحمد ثابت ضيفنا طبعا، بس بعد الفاصل. هي في الاول والاخر مواجهه من العيار الثقيل، بس مش بس بيحسبها 11 ضد 11 في الملعب، لكن بتحسبها حاجات كتير جدا، بتحسمها الحاله المعنويه والذهنيه والتحضير النفسي، بيحسمها جهازين فنيين كل واحد بيكون ليه دور مهم جدا، خصوصا لما نتكلم على مستوى بطوله دوري الابطال، البطوله الاهم والاكبر طبعا على مستوى قاره افريقيا. وهنتكلم كمان على مشوار الفرقتين على مدار الموسم، او تحديدا مشوار الترجي على مدار الموسم، اهم اللقطات المرتبطه بادائه، بنقط القوه، نقط الضعف، اكثر او اهم او ابرز اللاعبين، سميهم زي ما تسميهم. طبعا عندهم عدد من اللاعبين الحقيقه مستوى محترم جدا. طبعا اذا كنا بنتكلم على تحليل اداء، يبقى يشرفنا هنا ان يكون معنا في الاستوديو دكتور احمد ثابت محلل اداء. مساء الخير يا دكتور احمد، اهلا وسهلا بيك. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. لقاء منتظر، لقاء مرتقب، لقاء يمكن كثير من الناس كانوا شايفينه يليق بانه يكون نهائي بطوله دوري الابطال. بتشوف مواجهه تقليديه بقت كلاسيك، وبيتهيألي فيه على مستوى الكره الافريقيه اهلي الترجي بقى يعني بقى براند المباراه كلاسيكيه من العيار الثقيل. بتشوف ازاي مواجهه الاهلي والترجي في تونس تحديدا في لقاء الذهاب؟ طب بالتأكيد مواجهة صعبة جدا على الفرقتين، يعني ما حدش يقدر برضو يتوقع النتيجة أو يقدر يحسم نتيجة معينة، يعني أو ممكن تقول مثلا إن فرقة كفتها أعلى على فرقة، لا دي مش موجودة في مباريات الأهلي والترجي، بقت ديربي، إحنا اتعودنا وهم اتعودوا إن هم خلاص بقينا بنقابل بعض كتير جدا، خلاص بقى يعني هو يعتبر أكتر أربع فرق بتوصل لنص النهائي أو النهائي، الأهلي، الترجي، الوداد، وصن داونز. صن داونز دايما حظه بيبقى سيء إن هو بيصطدم بالنادي الأهلي في دور الثمانية. فطبعا مباراة صعبة جدا، هم بطل الدوري التونسي لسه واخدين الدوري، وبعدين أخدوا فترة راحة حوالي 14 خمس ايام، وبعد كده نزلوا التدريبات تاني، بس طبعا فتره برضو هم عندهم فتره توقف زي عندنا برضو قدرنا ان احنا ندي للعيبه فتره راحه، كانت مهمه ان اللعيبه برضو الضغط البدني والذهني والنفسي اللي موجود ده وتلاحم المواسم بالتاكيد كان مهم ان اللعيبه برضو تاخد راحه سلبية. فالفرقتين واخدين راحه، لكن هي طبعا معركه يعني هم خسروا الكاس بتاعه خسروا الكاس، خرجوا من النجم الساحلي في النهائي بضربه ثابته، ضربه ركنيه، ولكن طبعا يعني النجم الساحلي يعني هو المرشح الاول للبطوله في كاس تونس. الترجي طبعا فرقه معاها معين الشعباني حافظنا كويس جدا، واحنا حافظينه برده كويس جدا، بس برده انت بتقابل فرقه عندها استقرار فني واداري، ودي حاجه دايما الفرق اللي هي بتوصل نص نهائي او نهائي لو بصيت عليهم كده هتلاقي ان المدرب بتاعهم مع ان معلش انا اسف بقطع كلامك، بس يعني انا كان انطباعي اللي وصلني من خلال متابعتي للترجي وهو بيلعب شباب لوزداد، انه العلاقه كانت متوتره على كل المستويات بين معين الشعباني المدير الفني والاداره من ناحيه، وبين معين الشعباني والجماهير من ناحيه ثانيه، وفي بعض اصوات تعالت بانها
بتقول على معين الشعباني، يعني انا اعتقد لو كان خرج من على ايد شباب بالذات في دور الثمانيه كانت انتهت علاقته بالترجي. هو معاهم من 23 اكتوبر 2018 جه تولى الفرقه بعد فوز البنزرتي، اخذ الدوري التونسي، بعد كده اخذ اربع مرات الدوري التونسي ورا بعض 2017 2018 2018 2019 بعدين 2019 2020 وبعدين السنه دي اربع مرات دوري تونسي، برضو اخذ معاهم مرتين دوري ابطال افريقيا. شوف الخبره الموجوده عنده، اخذ مرتين دوري ابطال افريقيا 2017 2018 و2018 2019، اخذ كاس السوبر في تونس مرتين، يعني هو السجل بتاعه 8 بطولات حافل. 8 بطولات بس مقارنه انه موسيماني الكيرف هاجي الموسيماني، لانه يعني في مقارنه مهمه جدا بين معين الشعباني وبيتسو موسيماني، بس بتهيألي كيرف توتر العلاقه ابتدى ينزل من خسارته بسبب السوبر. تراجع الاداء برضه، هم خسروا في كاس تونس، بس برضه انا شايف ان الدكه مش مساعداه الفرقه فيها 11 اساسيين كويسين قوي، دكه الترجي مش مساعداه، خاصه ان هو عنده مشاكل دفاعيه هنتكلم عنها وعنده مشاكل في الفرقه، الدكه مش قادره تسنده شويه، يعني مثلا لعيب زي فوسيني كوليبالي الارتكاز ده لما بيظهر مش في حالته الفرقه بتقع، لانه ما عندوش بديل ليه قوي، جيلاني الشعلالي بيبقى مثلا بديل عبد الرؤوف بن غيس اكتر، عنده قدرات هجوميه اكتر، فما عندوش حته الارتكاز الدفاعي، كذلك برضو الاثنين المساكين. طيب انا نخلي الجزئيه دي لما نيجي نتكلم على التشكيل وتقول لي التشكيل الاقرب اللي هيلعب بيه الترجي قدام الاهلي، بس لو عملنا مقارنه بين بيتسو موسيماني، واحد صاحب خبره مشوار، انا بتكلم على مستوى دوري منافسات دوري الابطال، بحقق البطوله مع سان داونز وحقق البطوله مع النادي الاهلي، شايف ازاي يعني كل مدير فني باصص للقاء وازاي هيتعامل مع الفريق الخصم؟ هو كل مدير فني بيربح في البطوله الثالثه الافريقيه ليه. موسيماني اخذها مرتين، مره مع سان داونز ومره مع النادي الاهلي، معين الشعباني اخذها مرتين، فالاثنين عندهم رغبه ان هم ياخدوا ثالث دوري ابطال افريقيا في السجل بتاعه. دي نقطه مهمه جدا. موسيماني بيتفوق عليه ان هو طبعا اخذ السوبر الافريقي مرتين، مره مع سان داونز ومره مع النادي الاهلي، معين الشعباني ما اخدهاش ولا مره، اخد برونزيه كاس عالم مع النادي الاهلي، اخد الدوري موسيماني خمس مرات دوري جنوب افريقيا، اخد كاس جنوب افريقيا مرتين، في كاس اسمه النيت بانك برضو ده في دوري جنوب افريقيا اخده مرتين، فلما تعد عدد بطولات موسيماني هتلاقي 13 بطوله زائد برونزيه كاس العالم. تمام، بطوله برضو بطوله بس طبعا 13 بطوله زائد برونزيه كاس العالم، لما نقارنها بمعين الشعباني كام بطوله؟ 8 بطولات. اذا انت بتقابل فرقه عندها مدرب الى حد ما عنده خبرات، انا مش بقول ان هو مدرب يعني هو مش جيد قوي تكتيكيا بكل امانه، ولكن هو عنده خبرات، بدا يحفظ الفرق الافريقيه خلاص حفظها، عنده خبرات الماتشات بقى، عارف ازاي لما بيجي القاهره هيلعب ازاي، النادي الاهلي ايه، النادي الزمالك ايه مثلا لما جه يلعبه، بقى عارف القدرات خلاص وعنده خبره، لكن هو تكتيكيا اعتقد ان هو مش زي موسيماني، لا موسيماني افضل مدرب في افريقيا على المستوى التكتيكي. يعني افضل مدرب في القاره داخل القاره الافريقيه حاليا هو بيتسو موسيماني، بالارقام بقى بالنتائج بالاداء، ممكن يكون الاداء عشان في بعض الاداء نوعا ما، ولكن انت لما مدرب يجي في ست شهور يجيب لك برونزيه كاس عالم ويجيب لك دوري ويجيب لك كاس ويجيب لك كمان كاس السوبر الافريقي ويمشي كويس في الدوري ويعمل الاداء ده، لا اعتقد ان كمان كل المباريات، يعني ميزه بيتسو موسيماني تحديدا بشوفه بيتسو موسيماني عكس فايلر، بيتسو موسيماني مستو ايه؟ مستو ان هو بيذاكر الفرق المنافسه بشكل ممتاز جدا جدا جدا، يعني ايه؟ فايلر كان بيشتغل على النادي الاهلي اكتر. أوكي. يعني شغله ان انا مثلا شوف لي ارقام رمضان صبحي، شوف لي ارقام حسين الشحات، التحركات بتاعتهم، شغل فايلر كان على النادي الاهلي بس، بيتسو موسيماني لا بيركز جدا في التفاصيل الصغيره عند الفرقه، يعني هو في ماتش نهضه بركان مثلا البعض مثلا يقول لك هو موسيماني مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي؟ لا هو يا جماعه مدرب واقعي عنده مميزات تكتيكيه، بيشوف الفرق ايه اللي قدامه وهيلعب عليها. هدي لحضرتك مثال. اتفضل. تمام؟ اول مثال ماتش اللي هو سان داونز اللي احنا لعبناه هنا على ملعبنا. ازاي مثلا كله يقول لك ازاي لعبنا دفاعي ماتش دفاعي، ما احنا لو كنا لعبنا ماتش هجومي، هم بصراحه عندهم سرعات وعندهم امكانيات، سواء سورينو سواء زواني سواء بيتر شيلول، الثلاثه اللي قدام كانوا هيتعبونا، وبالتالي ده قدرات مدرب ذاكر المنافس صح، قدر ان هو يقفل ويلعب على الهجمه المرتده. طيب تعال نشوف مباراه فيتا كلوب هناك لما لعب 4 4 2 باثنين مهاجمين، طب ما اللي يشوف كده يقول ده مدرب موسيماني مدرب هجومي. فهو الموضوع مش مدرب هجومي ولا مدرب دفاعي، هو الموضوع ان الراجل ده تكتيكي واقعي، بيشوف بيذاكر صح، معاه اثنين محللين اداء شطار جدا بيدوا له
الداتا بشكل كويس جدا وبيلعب على نقاط الضعف بتاعت المنافسين. ده وجهه نظر يعني. بيتسو موسيماني بالتاكيد يتفوق، عنده خبرات افريقيه كبيره وان شاء الله يعني يرشحنا باذن الله للنهائي. يعني مشوار الترجي في دوري الابطال انا يمكن ما تابعتوش في الدوري بصراحه، يعني عرفت انه توج حسم الدوري من بدري لكن ما تابعتلوش ماتشات، يعني انا مش من هواة الدوري التونسي، لكن كنت حريص. ثلاث فرق كنت بتابع ماتشاتهم في دوري ابطال افريقيا، سان داونز، الوداد، الترجي. لاحساسي انه الثلاث فرق دول هم اللي هيوصلوا او هيكملوا معانا، وبالتالي ومنهم ممكن يكون منافسين محتملين لينا في مشوارنا في البطوله، فكنت دايما حريص على ان انا اتابعهم. عايزك تكلمني عن مشوار الترجي، ان انا شخصيا كنت شايف ان في تباين، بدا البطوله بقوه، شفت فريق ترجي فكرني بالترجي بتاع زمان، يعني الفرقه المحترمه اللي تعملها الف حساب، لكن مع المشوار حسيت انه مستواه مش قادر يحافظ على نفس المستوى، وبالعكس يمكن في دور الثمانية كان في تراجع، وكان فرصة شباب لوزداد أقوى أمام الترجي لغاية طبعا الشوط الثاني من مباراة العودة. هسمع ردك على النقطة دي بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الترجي التونسي مع دكتور أحمد ثابت في السادسة بعد الفاصل مباشرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني طبعا هو خلينا نتفق انه الكلام على الترجي او المقارنه بين الاهلي والترجي مش بهدف ان احنا نحدد في النهايه مين كفته ارجح، دي حاجه ليها عوامل تانية كتيره جدا، وفي النهايه مباراه في الملعب بين 11 راجل و11 راجل، وكل واحد هيكون لكلمته، في التوفيق تتكلم، الجاهزيه البدنيه والنفسيه والمعنويه تتكلم، قدره الجهاز الفني على ان يحط الخطه المناسبه للمباراه، دي كلها عوامل بره ايدينا. لكن انا اللي يهمني اكتر انه الترجي بقى بالنسبه للاهلاويه كتاب مفتوح، لانه مش كل الناس كانت متابعه الفرقه طول على مدار الموسم. مره ثانيه طبعا اهلا بيك يا دكتور احمد. سالتك قبل الفاصل، كيرف الترجي في البدايه كان يعني بيقول انه فريق محترم وفريق قوي جدا، لكن مع تقدمه في البطوله لاحظنا انه كان، مش عارف هل انت ممكن تصفه مثلا بانه تراجع في المستوى، انه مش هو الترجي اللي بدا نفس الموسم، يعني تقييمك ليه ايه؟ هو الكيرف بتاعه يعني يعتبر مش قوي قوي، بس برضه كون ان هو في المباراه الاخيره كان خسران 2-0 قدام شباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانيه، ويقدر يرجع في الشوط الثاني 2-0 ويلعب ركلات ترجيح، ده فرقه عندها شخصيه بطل. فرقه تقدر ترجع، فرقه عندها شخصيه. بس انت بتتكلم برضو مهم جدا، واحنا بنقيم المواجهه دي نقيم الخصم، يعني انت في دور الثمانيه قابلت فريق مرشح طبعًا للتتويج، وناس كتير بتشوفه افضل فريق في من افضل فرق في بطل، ان انت بتعدي فرقه، اذا انت قدام فرقتين زي ما قلت لحضرتك في البدايه لا يقبل اسم على توقعات. بس الترجي في مشواره يعني اهلي بنغازي الاول، بعدين صعدوا من اهلي بنغازي بالعافيه 3-2 على ملعبهم، بعد كده لعبوا في دور المجموعات، كانوا في مجموعه سهله نوعا ما، يعني كان معاهم تونجت وتصدروا المجموعه الاول ب 11 نقطه، بعد كده المولوديه الجزائر 9، بعد كده الزمالك 8، بعد كده تونجت السنغالي 4 نقط، بعد كده لعبوا شباب بلوزداد. ممكن شباب بلوزداد مش الفريق القوي قوي، بس برضو يحسب ليهم ان هم قدروا يرجعوا، اذا ده فريق عنده شخصيه برضو تقلق منه وتعمل له الف حساب بكل التاكيد. طيب نبتدي نتكلم على التشكيل، يعني تقول لنا التشكيل، وده ممكن يبقى نقول تشكيل متوقع اللي هيواجه نسبه 99% هيكون تشكيل الترجي قدام. ده التشكيل اللي اعتمد عليه معين الشعباني في معظم مباريات المباريات، او فكر معين الشعباني ما بيغيرش طريقه لعبه. 4-3-3 تتحول في الحاله الهجوميه ل 4-1-4-1. تمام. طيب بص، في حراسه المرمى معز بن شرفيه اللي هو حارس منتخب تونس واللي تم استبعاده من قائمه منتخب تونس من اجل الراحه، هو ومحمد علي بن رمضان. الاثنين المساكين المتوقعين ان هم يبداوا برضو عبد القادر بدران، وده مدافع دولي في منتخب الجزائر، كونه ان هو ينضم منتخب الجزائر اللي فيه جمال بلعمري، في عيسى مندي، وكلهم محترفين، واحد في فرنسا وواحد في اسبانيا، بيقول انه مدافع محترف، بيقول ان هو مدافع قوي جدا، وهو يعتبر احسن مدافع في الترجي. تمام. نيجي للمساك اللي جنبه، خليل شمام. طب فين محمد علي اليعقوبي؟ محمد علي اليعقوبي بقاله فتره عليه علامات استفهام، والمدير الفني مش يعني بعد مباراة شباب بلوزداد اللي خسروها 2-0 تم استبعاده من المباراة اللي بعدها، ومباراة النجم ما لعبش برضه. إذا بنسبة كبيرة خاصة في المباراة اللي على ملعبهم هيبدأ خليل شمام. تمام. تمام. البديل بتاعهم زي ما قلت محمد علي اليعقوبي. خلي بالك خليل شمام 33 سنة. تمام. 33 سنة، ودي نقطة مهمة جدا. أكيد عامل السن بيفرق، زي ما اتكلمنا في نهضة بركان وقلنا إن عامل السن وقلنا إن المساحة الموجودة، يعني الثغرات دي تفرق يعني. تمام. نيجي للباك رايت. شايف إن خليل شمام نقطة ضعف أو ثغرة ممكن استغلالها في فرقة الترجي. في حتة السرعة أكيد، في عامل السرعة. ومحمد علي اليعقوبي البديل بتاعه برضه عنده مشاكل كبيرة جدا في التمركز، عشان كده ما عادش بيبدأ بيه. تمام. نيجي للأطراف. الأطراف، حمدي النجاز اللي كان بيلعب فيه الزمالك رقم 21، وده نقطة قوة كبيرة جدا هجوميا، ونقطة ثغرة كبيرة جدا دفاعيا.
بيروح وما بيرجع، بيروح وما بيرجع. نقطه الارتداد الدفاعي والتغطيه العكسيه ما فيش، يعني ضعيف فيه. نيجي للناحيه الثانيه، الياس شتي وده جزائري. طبعا الترجي مستغل عنصر اللي هو لعيبه الشمال الافريقي، فعنده في الفرقه جزائريين كتير. الياس شتي نعمل عليه دايره برضو، ان هو نفس حمدي النجاز، نقطه قوه هجوميا، عرضياته كويسه جدا، لكن على المستوى الدفاعي ضعيفين. اذا انت بتتكلم، لما اتكلمنا على الاربعه اللي في الدفاع، الاطراف عندهم مشاكل في الدفاع. تمام. الاطراف اللي هم الظاهرين على المستوى الهجومي أقوية، لكن انت بتلاعب فرقه لازم تخترقها منين؟ من الطرفين، من المساحات الموجوده ورا الباك اليمين وورا الباك الشمال، بس بحذر، لان هم لما بيتقدموا بيعملوا خطوره. ده كده الرباعي الدفاعي. اللي قدامهم مين؟ فوسيني كوليبالي. طب ما فوسيني كوليبالي ده ارتكاز وحيد، ارتكاز وحيد، بيلعب قدامه اتنين. ففكره ارتكاز وحيد دي عامله مشاكل كبيره جدا في الترجي، خاصة كولوبالي مع الضغط البدني. يعني شباب بلوزداد لما كسبوهم 2-0 كان أمير سعيود بيلعب مان تو مان على كولوبالي، فأرهقوا بدنيا، قدروا إن هم يجيبوا جون من حتة الزون 14. إيه الزون 14 دي؟ اللي هي المنطقة اللي ما بين فوسيني كولوبالي وما بين الاثنين الإيه؟ المساكين، اللي هي بيبقى متواجد فيها محمد مجدي قفشة مثلا أو محمد شريف. اللي هي المساحة ديت، دي مهمة جدا، وهنبينها بالصور الثغرات الدفاعية الموجودة في الحتة دي. تمام. نكمل باقي التشكيل. الاثنين اللي قدام فوسيني كولوبالي، محمد علي بن رمضان، وده يعتبر افضل لاعب في الترجي التونسي هذا الموسم. عنده 21 سنه وافضل لاعب في تونس حاليا، افضل لاعب صاعد، لعيب هايل متميز جدا، ومن الهدافين الفرقه، هو هداف الفرقه في البطوله، جايب 5 اهداف. جاب لهم اعتقد الهدف الثاني في الشوطه، التسديده. هو مميز جدا بالتسديدات، مميز جدا بلعب الضربات الثابته، محمد علي بن رمضان. اللي جنبه عبد الرؤوف بن غيس. عبد الرؤوف بن غيس مميز جدا في التوغلات، في العمق، الاختراقات، يكمل جوه ال 18 ويجيب براسه بالهيد يعني. بديله جيلان الشعلالي، محترف جزائري برضه. جزائري. بديله جيلان الشعلالي. طب امتى بيبدا ده وده؟ جيلان الشعلالي في حاله ان المباراه بتبقى بره ارضه، يعني في القاهره اعتقد هيبدا بجيلان الشعلالي جنب محمد علي بن رمضان، بحيث ان هو يعمل نوع من التامين. لكن على ملعبه ممكن يبدا بعبد الرؤوف بن غيس، لانه عنده حته السرعه والمكر التكتيكي. متوقع انه يلعب مهاجم انت؟ متوقع طبعا. هي الفكره ان هو مش هيغير 4 3 3 بتاعت معين الشعباني ثابته، ما بيغيرهاش، بس الفكره في تغيير بعض الاسماء. تمام. الثلاثه اللي قدام لا خلاف عليهم، حمد الهوني في الشمال، حمد الهوني في الشمال، البدري في اليمين، انيس البدري في اليمين، وخالد عبد الباسط الغاني. طبعا حمد الهوني ده نعمل عليه ألف دايره، اخطر لاعب في الترجي، وحريف جدا ومهاري، وبيخش للعمق، ويعني بيعمل عمل مشاكل لفريق نادي الزمالك لما كانوا بيلعبوا قدام الترجي. الناحيه الثانيه انيس البدري، وده يعتبر ثاني اكبر لاعب في التشكيله الاساسيه، عنده 30 سنه، خليل شمام عنده 33، يعني دول اكبر عنصرين. وقدام طبعا انا بعتبر خالد عبد الباسط لعيب برج 191 طوله، ولكن هو شكله شكله يعني يديك مهاجم يعني بس على الارض كورته مش عاليه، مش الفينش بتاعه ساعات بتفلت كتير منه، مش قوي قوي، لكن على مستوى الالتحامات. وهو خلي بال حضرتك معين الشعباني بيعتمد على اسلوب اللعب المباشر، اللي هو التمرير الطولي من الخلف، زي ما كان كارتيرون كده بيعمل السنه اللي فاتت مع الزمالك التمرير، فكان معتمد على مين؟ على مصطفى محمد. الترجي بيعمل كده نفس الكلام مع خالد عبد الباسط. مهم جدا مين اللي هيطلع، بدر بنون ولا ايمن اشرف ولا ياسر ابراهيم؟ طيب انت كلمتني على نقطه الضعف، وكلمتني على اللاعبين الخطرين. الطريقه الامثل من وجهه نظرك يعني حمد الهوني، انيس البدري، عبد الباسط، وخصوصا عبد الباسط يمكن بدنيا يعني قوي جدا، لعيب بوكس، مش لعيب ملاكمة. انا وجهه نظري لازم تروح تضغط في تونس، لازم تلعب ضغط عالي، لازم تهاجم، لازم من هناك لازم يعني تبدا ليه لازم تعمل ضغط على فوسيني كوليبالي. لما نبدا نجيب الحالات هوضح لحضرتك ان الضغط. طب عايز تقول حاجه في التشكيل؟ لا اخش على الحالات. هقول بره على الدكه عنده حلول، بره على الدكه هو سامح الدربالي الباك رايت، كبير قوي السن وبطيء جدا، بس دليل ان عنده مشكله دفاعيه ان هو راح عامل ايه في الماتش الاخير، راح مطلع المساك ومودي حمدي النجاز مساك، ومنزل سامح الدربالي باك رايت باك يمين. تمام. في غيابات او متوقع انه تشكيله الترجي نفس التشكيله دي هي ال 4 3 3. نبص على الحالات، يلا احنا جايبين 15 حاله معانا، هيفسروهم الحاله الدفاعيه بتاعتهم. طيب. ايه والحاله الهجوميه؟ قبل ما نتكلم على المقارنات والارقام، تعال نبص مع الاهلاويه على الحالات دي. الحاله الاولى، دي الحاله الاولى بتوضح لنا ايه؟ زي ما قلت لحضرتك 4 3 3 3 في وسط الملعب، مين؟ فوسيني كوليبالي على يمينه، محمد علي بن رمضان، وعلى شماله عبد الرؤوف بن غيس، دول الثلاثه اللي في وسط الملعب. ناحيه اليمين انيس البدري، وعلى الشمال الهوني، وقدام المهاجم طبعا هنا كان طه حسين الخنيسي اللي هيلعب قدامنا خالد عبد الباسط. لكن احنا جايبين الصوره دي عشان نوضح وقفتهم في الحاله الدفاعيه. هم ما بيعملوش ضغط عالي كتير، هم بيعملوا ضغط في وسط الملعب. تمام. اول ما الكوره توصل لوسط الملعب يعملوا عليك الضغط.
دي وقفتهم برضو. الصورة التانية بتبين وقفتهم ازاي، برضو كولوبالي واقف ورا مين؟ محمد علي بن رمضان وعبد الغيث، وعلى الشمال حمد الهوني، وعلى اليمين مين؟ أنيس البدري. نفس الشكل، وعاملين ضغط في وسط الملعب. إذن بيلعبوا بالأربعة 3-3. تمام. تعال بقى نبص على النقطة اللي بتكلم فيها، أول نقطة ضعف عندهم وهي الزون 14، اللي هي المساحة اللي ما بين دايرة منطقة الجزاء اللي هي اللي بيتلعب فيها البنالتي والقوس منطقة ال 18. الحتة دي بص فوسيني كولوبالي راجع متأخر إزاي، ليه؟ لأن فوسيني كولوبالي لوحده ارتكاز وحيد، فالحتة دي مهمة جدا. أولا عندهم مشكلة تانية، المساحة اللي ورا الباك ليفت اللي هو الياس الباك ليفت والباك رايت اللي هو المساحه اللي وراه، يعني الكره دي ده جون شباب، ده ماتش شباب بلوزداد اللي هو اللي خلص الاولاني لشباب بلوزداد، عدى من الباك الشمال بتاعهم وعمل الكره بالعرض لورا ارضيه، فين؟ في المساحه ما بين قوس منطقه الجزاء اللي هي دايره منطقه الجزاء ونقطه الجزاء ومنطقه ال 18، اتلعبت بالعرض. نكمل الصوره اللي بعدها نشوف المهاجم وراح فين، اهو سجل منها. اذا نركز قوي في الهدف ده، الهدف ده ممكن ندي تعليمات ان الباك رايت لما يتقدم او حسين الشحات مثلا او اي حد ناحيه اليمين، ان انا العب الكره بالعرض لورا في المساحه دي، خاصه لما توصل لاخر الخط. ليه؟ لان المساحه دي ما بيبقاش فيها غير كولوبالي، فتقدر تسجل من خلالها. طب ده ماتش ايه؟ ماتش الترجي وشباب بلوزداد، نركز الترجي وشباب بلوزداد. طب تعال نشوف الصوره اللي بعدها، ذهاب دور الثمانيه، الصوره اللي بعدها اللي هيفتكر هيفتكر ان ده نفس الماتش، وده مش نفس الماتش، ده الترجي ومولودية الجزائر في دور المجموعات، نفس الهدف نفس الخطأ عند الترجي. المساحة اللي ورا مين؟ الياس شتي اللي هو الباك ليفت، تمام، اتلعبت من خلاله، واتلعبت فين برضو؟ عند المسافة ما بين دايرة منطقة الجزاء اللي هي منطقة الجزاء اللي هي حتة ضربة الجزاء ودايرة منطقة ال 18، نفس المكان بتاع الكرة، نفس المكان بالظبط. اللي يشوف الهدفين يفتكر ان هم هدف واحد. نكمل الصورة اللي بعدها، نفس الخطأ، بص كولوبالي ما رجعش اصلا. إذن في مشكلة واضحة في الزون 14 في المساحة الموجودة عند الترجي، ليه؟ عشان فوسيني كولوبالي بيبقى لوحده. ده اللي مقابل هنا حمدي النجاز. اللي مقابل هنا حمدي النجاز وكولوبالي لسه راجع. فأنت المشكلة هنا إن أنت بيلعبوا بارتكاز وحيد، عشان كده قلت لحضرتك مهم إن أنت تعمل عليهم ضغط عالي. تمام. الضغط هيقلل من الجانب البدني عند كولوبالي، هتضعفه، تقدر تستغل المساحة اللي في إيه؟ وسط الملعب، ومثل هذه المباريات اللي بيسيطر على وسط الملعب هو اللي بيكسب. تمام. حراسه المرمى عندهم نقطه قوه ونقطه ضعف. نقطه ضعف معز بن شريفيه، والحارس البديل برضو الاثنين نقطه ضعف. ايوه دي خاصه في التسديدات. دي الحاله اللي بعد، دي الحاله اللي بعدها برضو، المشاكل الموجوده ناحيه المساحه الموجوده ما بين المساك اليمين وما بين الايه الباك اليمين حمدي النجاز، وما بين المساك اليمين. الكوره اتلعبت بالعرض، كلهم بيبصوا على الكوره وسايبين المهاجم. تقدر ان انا هنا بتكلم، هو هنا المهاجم واقف في وسط الاثنين المساكين، لا واقف وسط المساك والباك اليمين وفوسيني كوليبالي الثلاثه، ورغم كده انه الكره دي قدر يلعب منها ضربه راس. فدي بالزبط. مهمه جدا ان انت هنا بتكلم في ايه، ان لو الباك اتقدم وما راحش على اخر الخط، فانت بتوجه العرضيه دايما في المساحه ما بين المساك اليمين والباك اليمين، هتلاقي في ثغره عندهم. لكن لو طلع على اخر الخط زي الهدف اللي احنا جبناه قبل ده، يبقى تلعبها بالعرض لورا. دي بعض الثغرات الواضحه عندهم. نكمل الصوره اللي بعدها، بص الكره راحت للمهاجم، راح لوحده ما بين الاثنين الايه ما بين المساك اليمين. طبعا التغطيه العكسيه بتاعت حمدي النجاز ضعيفه جدا، دي اللي هي النقطه اللي اتكلمنا فيها. نجيب الصوره اللي بعدها، دي الماتش شباب بلوزداد. هنا امير سعيود كان مكلف برقابه فوسيني كولوبالي مان تو مان، عشان كده كولوبالي خرج في الشوط الثاني. ليه؟ لانه كان أسوأ لاعب الترجي في المباراه دي، رغم ان هو واحد من افضل لاعيبه الترجي، الا ان الضغط عليه البدني بيتعبه، وقدروا ان هم يجيبوا زي ما عرضنا الهدف ان في المساحه الايه اللي هي الزون 14 اللي هي بيبقى كولوبالي ضعيف في الارتداد فيها من كتر الضغط عليه. اذا هنا لازم تعمل ضغط على كولوبالي في عمليه تحضير الهجمه بتاع الترجي. الثلاثي الهجومي بينزل يدافع لما الترجي بياخد الكره، بينزلوا يا حمدي الهوني وانيس البدري ليهم ادوار دفاعيه. طبعا ليهم، حمدي الهوني بيدافع بشكل كويس، بس عبد الرؤوف بن غيث هو اللي عامل مشاكل. ليه؟ لان عبد الرؤوف بن غيث لما بيزيد لقدام، اللي هو لعيب الارتكاز المساند بتاع كولوبالي، لما بيزيد لقدام كولوبالي بيرحل عشان يغطيه، فلما كولوبالي بيزيد بيبقى فيه مساحه وراه فجوه كبيره، ده اللي احنا جبناها في الاهداف. هو المساحه المفروض يغطيها كولوبالي هنا كبيره جدا، وهو لوحده كبيره جدا، فدي اللي عامله مشاكل في فرقه الترجي. طيب برضو مثل هذه المباريات تلعب على التفاصيل الصغيره اللي هي زي الضربات الركنيه، عندهم مشكله في التمركز في الضربات الركنيه، نقدر ان شاء الله نحاول نسجل من خلالها من الضربات الركنيه. فريق النجم الساحلي قدر يلعب معاهم من خلال الضربات الركنيه وسجل منهم. دي مباراه الكاس، ماتش الكاس 1-0 لصالح النجم، صح؟
دي طلع فيها لعيب الكاميروني اللي هو لعيب الارتكاز قدر ان هو يسجل من خلالها. دي كل دي احنا بنذكر بصفه عامه نقاط الضعف. تمام. برضو في نقطه ضعف ثانيه زي ما قلت لحضرتك المساحات والاطراف. بص الكره تونجت لعيب تونجت السنغالي بيرفع، بص حمدي النجاز لسه راجع الارتداد الدفاعي بتاع حمدي النجاز. حمدي النجاز اللي بره الصندوق اللي عليه الاصفر. بص الارتداد الدفاعي بتاعه عامل ازاي. اذا انت مهم ان انت الاجنحه بتاعتك تشتغل في الماتش ده، والباكات الباك اليمين والباك الشمال تستغل المساحات الموجوده ورا الظاهرين. الماتش ده ان شاء الله هتاخده من خلال ادم ده جون الزمالك، فرجاني ساسي اهو بيعمل العرضيه، حمدي النجاس برده اتلعبت من وراه. الترجي دخل فيه 8 اهداف من بدايه دور المجموعات، 8 اهداف من بدايه دور منهم 4 في المساحه اللي ورا حمدي النجاس، منهم 4 في المساحه اللي ورا حمدي النجاس. طيب دي نقاط الضعف. طبعا هم عندهم نقاط قوه كتير وفريق محترم جدا. اول نقطه قوه اهو الاهداف اللي جابوها، رغم ان احنا قلنا ان حمدي النجاز ثغره دفاعيه لان هو على المستوى الهجومي قوي جدا بصراحه. خاصه ان حمدي النجاز الباك لازم يكون حافظه، اكيد معلول حافظه لو بدا، اكيد معلول حافظه. بمعنى ايه؟ حمدي النجاز ما بيرفعش من بدري، حمدي النجاز لازم يوصل لاخر الخط ويروح عامل العرضيه البرازيليه الارضيه لورا دايما. حتى ده الجون اللي جابوه في نادي الزمالك، عدى من ابو الفتوح وعمل العرضيه لورا. فانت حمدي النجاز لازم تكون كمساك حافظ لعب حمدي النجاز ان هو ايه؟ ان هو بيتقدم لاخر الخط عشان يبدا يرفع لورا. دي اول نقطه قوه. ايمن يعني لسه برده مش واضح مين اللي هيلعب، اي حد هيلعب يعني. اول نقطه قوه عندهم حمدي النجاز. النقطه الثانيه الياس شتي، العرضيات بتاعت الظاهرين رغم زي ما قلت لحضرتك نقطه ضعف لان هم نقطه قوه. النقطه الثالثه محمد علي بن رمضان، واحد من اهم اللعيبه في الترجي هذا الموسم خاصه على مستوى التسديدات. بص الجون ده جابوه، ده ما يشوطش، ده الجون الشوط ما يشوطش، الراجل ده ما يقربش. لعيب مميز جدا بالتسديدات ويعتبر افضل لاعب صاعد في تونس حاليا. بص الجون ده جابوه في الدقيقه 86، لعيب صاحب شخصيه، جون ان هو يقدر يخليهم يرجعوا. الجون اللي بعده برده لو جبنا الصوره اللي بعدها دي ضربه ثابته جابها في تونجت. اذا محمد علي بن رمضان نعمل عليه دايره، نقطه قوه كبيره جدا 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 في فريق الترجي. اللعيب اللي بعد كده مين؟ حمد الهوني. احنا اتكلمنا على، انا بشوف انه بن رمضان وحمد الهوني اللاعب الاسمين دول تحديدا لو سيطرت عليهم افقدت الترجي 50% من قوته. طبعا خاصه حمد الهوني ومحمد علي بن رمضان، اتنين لعيبه مهمين جدا. احنا برضو عندنا يعني الفرقه تفك، الفرقه حمد الهوني انت عندك برضو اكيد بيدور في عالم موسيماني هبدا بمين باك رايت في غياب محمد هاني، يعني خاصه ان انت هتلعب على حمد الهوني. ايوه ابرز نقطه قوه في الترجي. مين من وجهه نظرك يا انا يبدأ. بشوف اكرم توفيق صراحه. اكرم توفيق افضل حد في المكان ده، وخاصه لما لعب مثلا مباراه المصري لما نزل الشوط الثاني قدر ان هو يقفل جبهه احمد رفعت وقدر ان هو يعمل اسيست. يعني اكرم مش بس بيدافع، لا ده ممكن بيزيد وبيديك اوفرات كويسه. برده رامي لما بيلعب في المكان ده بيبقى كويس. برده رامي هيديك ميزه عن اكرم في حاجه، ان رامي في الكرات العاليه والضربات الثابته هيعتبر مساك ثالث. اكرم يعتبر نوعا ما اقصر شويه في الطول منه، لكن اكرم على مستوى التاكلينج اقوى، على مستوى الورك ريت اقوى، على مستوى الجانب الهجوم هيبقى اقوى. تمام. فانا بفضل بصراحه اكرم في المكان ده يبقى كباك رايت يقدر يلعب مان على حمد الهوني. تعال ناخد الارقام ونشوف كده ارقام كل فرقه حققتها في مشوارها في دوري الابطال. ماشي. يعني الارقام مبشره، انا بشوف ان الارقام في صالح النادي الاهلي في 90% من الحالات. ده مشوار الفرقتين في دوري الابطال لغايه لما وصلوا لمرحله نص نهائي دوري الابطال من بدايه دور المجموعات حتى نص النهائي. تمام. كل فرقه لعبت 8 ماتشات، الاهلي كسب 4 والترجي كسب 4، اذا متعادلين كده. المكسب على الملعب يعني على الارض الترجي كسب 3 والنادي الاهلي كسب 3، التعادل النادي الاهلي اتعادل 3 الترجي اتعادل 2. نيجي بقى فين في الخساره، الاهلي خسر ماتش واحد بس الترجي خسر ماتشين. نيجي ليه احراز الاهداف، مين الاقوى على المستوى الهجومي؟ النادي الاهلي جاب 14 هدف في 8 ماتشات. ايوه. الترجي جايب 11 هدف في 8 ماتشات. تمام. كلين شيت، كلين شيت ده مهم قوي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، استقبال الاهداف، ان النادي الاهلي استقبل 6 بس الترجي استقبل 8. نيجي للكلين شيت، كلين شيت كام؟ 2 من 8 الترجي. ماتشين بس من 8 ماتشات. ده دليل ايه؟ دليل ان هم عندهم مشاكل دفاعيه زي ما اتكلمنا عليها. تمام. نقدر ان شاء الله ان احنا نستغلها، بس هم على المستوى الهجومي عندهم اوراق اتكلمنا عليها لازم يتم ايقافها. نبص بقى بعد كده على باقي الارقام، صناعه الفرص
بص الارقام بقى لبيتسو موسيماني دي الناس. الارقام اللي يبتدي الاهلي يفرق فيها. صناعه الفرص ده شغل مدرب طبعا. انت عشان تحكم على مدرب هو انت صنعت كام فرصه؟ بص بيتسو موسيماني صنع كام؟ 25 فرصه. الترجي عامل 14 فرصه. 25 فرصه هتتكلم 3 فرص محققه كل مباراه. اكتر من 3 كمان. ايوه 3-1 مثلا. 3-1 من مثلا اكتر من 3 فرص في الماتش، وده رقم كويس جدا. انت الترجي بيعملوا 14 فرصه. لما تعمل 3 فرص في 8 تسجل منهم 14 هدف في 8 مباريات، يعني تقريبا هدفين نسبة. الا شويه نسبة ده كويسة. معدل كويس جدا طبعًا. تقريبا طبعا الاستحواذ هم اعلى، بس هم ليه اعلى في الاستحواذ؟ عشان احنا قابلنا سان داونز. تمام. سان داونز كان اخذ مننا الاستحواذ ففرق معانا، لكن هم طبعا قابلوا فرق اقل فاستحواذهم 55% احنا 52. نيجي ليه التمريرات الصحيحة؟ طبعا ده عشان نسبة الاستحواذ، ده اللي بيبين نسبة الاستحواذ. نيجي بعد كده ليه التمريرات الطولية؟ ده رقم مهم قوي قوي، ونعمل عليه دايرة كده. ان الترجي بيعمل 34 تمريرة طولية في الماتش الواحد، ده يأكد ايه؟ صحيحة. ده يأكد ايه؟ يأكد ان ده اسلوب لعب معين الشعباني، ان هو بيلعب على اللعب المباشر في تحضير الهجمة، التمريرات الطولية من قلبين الدفاع ومن محمد علي بن رمضان ومن كولوبالي، ويأكد ان هم عندهم مهاجم كويس. على الرغم من انه يعني الطول عندهم قدام مش كبير، يعني باستثناء عبد الباسط. عبد الباسط هو عبد الباسط هو اللي بيلتحم وهو اللي بيجيب الالتحامات. فده برضو يأكد ان ده اسلوب لعبهم، ان هم بيعملوا، احنا بنعمل 24 هم بيعملوا 34 تمريره طوليه لونج باص. نيجي للعرضيات الصحيحه، احنا بنعمل 6-4 هم بيعملوا 4-6، رغم ان قوتهم الظاهرين عمدي النجاز والياس شتي على المستوى الهجومي، لكن احنا في العرضيات اكتر خاصه. ورغم كده معلول ما كانش موجود، يعني معلول لو كان موجود كنت هتلاقي نسبه العرضيات دي اكتر بكتير. معدل المحاولات على المرمى ده برضو حاجه بتبين المدرب. ايوه بيتسو موسيماني بيوصل النادي الاهلي في الماتش 10.8، يعني 11 محاوله في الماتش. تمام. الترجي بيعمل 7 محاولات في الماتش. المحاولات الصحيحه دي تعتبر نسبه قليله شويه بالنسبه لنا، ان المحاولات الصحيحه 4-6، يعني من 10 برضو نسبة تعتبر 50%. أقل من 50%. نسبة مش كبيرة. الترجي 3-3 برضو نسبة مش عالية. نيجي للكروت الصفراء، النادي الأهلي أخذ 14 كارت أصفر من بداية دور المجموعات، نادي الترجي واخد 16 كارت أصفر، وده دليل على اللعب الخشن واللعب العنيف بتاع الترجي خاصة. مواجهة رادس تتوقع أنه طريقة مستر موسيماني اللي جالها واللي يفكر فيها مع فريق زي الترجي تكون أقرب لإيه؟ يعني أنت لو بصيت على ماتشات الأهلي في دوري الأبطال تحديدا هتلاقي سيناريوهات كتيرة، يعني في طريقة لعب ثابتة، في 4-2-3-1 السكواد الاساسي بالظبط كده، ممكن تتغير تبقى 4-3-3 في ماتشات معينه. في ماتش فيتا مثلا لعب 4-4-2، في ماتش سان داونز هناك لعب 4-1-4-1 لما حط رامي ربيعه قدام الاثنين المساكين. فدي على حسب المرونه. فانا شايف من قرايتي لفرقه الترجي انسب طريقه ان انا اروح اهاجم. تروح تهاجم، اروح اهاجم. سيناريو قريب لايه؟ يعني سيناريو مثلا لفيتا كلوب هناك، السيناريو قريب. انت رحت فيتا كلوب؟ لا كنت متعادل زي معهم. فيتا كلوب، بس فيتا كلوب 4-4-2، انا هلعب 4-2-3-1. انا شايف هتلعب 4-2-3-1. محمد مجدي قفشه ان شاء الله، ان شاء الله يلحق المباراه، هيدور ان شاء الله هيلحق. دوره مهم، يعني دوره مهم خاصه في الضغط على فوسيني كولوبالي. في الضغط عليه العب 4-2-3-1 طريقه المعتاده خالص، والعب ضغط عالي عليهم من البدايه. اعتقد ان الضغط هيولد الاخطاء عندهم، عند فسوني كولوبالي وعند الاثنين المساكين. الكلام اللي انت اتكلمته على الباكات بتاعت الباك رايت والباك ليفت بتوع الترجي، تخلي تفكيرك انت شخصيا رايح لمين يبتدي في مركز الجناح عندنا؟ لاكرم ومعلول، لاكرم توفيق وعلي معلول ده باكات، لكن اقصد دول عشان استغلال الأجنحة. استغلال الناحيه جونيور اجاي. اعتقد جونيور اجاي كمان خس 5 كيلو في التمرينات الاخيره في فتره التوقف دي. جونيور اجاي لو اخذ قدام علي معلول ممكن يدينا قوه كبيره جدا. جونيور اجاي قدام علي معلول بيعملوا جبهه كويسه جدا. ناحيه اليمين بقى في حد، يعني عندنا كتير جدا كويسين. بشوف في طاهر، محمد طاهر ماشي في الفتره الاخيره بشكل كويس قوي. يعني طاهر سجل قدام سان داونز وصنع في صحيح. قدام نهضه بركان وصلاح وصلاح محسن نفس الحكايه. صلاح محسن صلاح مع الزمالك مسجل مع صلاح محسن نهضه بركان، افضل بديل مسجل. يحسب لموسيماني ان هو عمل لنا البديل الذهبي في الفتره الاخيره. انت كان عندك بديل ذهبي، يعني ايه؟ يعني ورق ينزل ورا رابحه. ازاي انا يبقى عندي ورا رابحه مباراه الزمالك؟ ينزل يستغل المساحه اللي ورا حازم امام وتتلعب له تمريره طوليه. مباراه سان داونز يقدر تتلعب له تمريره طوليه والحارس يغلط. مباراه نهضه بركان يقدر على فكره مباراه نهضه بركان بيتسو موسيماني كان ذكي جدا في اللعب على، فاكر حضرتك لما اتكلمنا على المساحه ما بين المساك الايسر والباك الايسر؟ الجونين جم من خلال المساحه دي.
محمد شريف لما اتحرك في الجون الاول في المساحه ما بين الباك الشمال والمساك الشمال والباك الشمال اللي هو محمد عزيز، محمد شريف لما لف وشاطها الجون الثاني صلاح محسن اتحرك في تلك المساحه. اذا ده مدرب بيذاكر الفرقه كويس جدا. عشان كده بشوف ان انت لازم يبقى في جراه هجوميه بس برضه في سنه حذر، بس مش هروح ادافع ليه؟ لان انا نفسي نسجل هناك. نفسي نسجل هناك. هنستريح. انا اي ماتش بره ما ببصش على النتيجه بقد ما ببص على نفسي نسجل الهدف. هناك يعني الهدف ده بيفرق كتير جدا ويجنبك سيناريوهات ما تقعدش على اعصابك وانت قاعد في المباراه دي مستني ربنا يستر. لا ايوه يعني ايه يريحك جون. من يريحك كتير جدا لما بتجيب جون هناك في رادس بتفرق كتير. معين الشعباني هيلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي، اعتقد هيلعب جيم متوازن شويه بس هيحط يعني هيلعب 4-3-3 طريقته. أيوة. بس هيحط بعض العناصر الهجوميه على ملعبه زي مين؟ زي عبد الرؤوف بن غيث في وسط الملعب مثلا مع محمد علي بن رمضان وخلفهم في سوني كوليبالي. ايوه لكن لا خلاف على الثلاثه اللي قدام. طيب انيس البدري، حمد الهوني، خالد عبد الباسط. تحب تستعرض في سريعا جدا ارقام اللعيبه بتاعت فريق الترجي؟ نشوف سريعا جدا نشوف في الارقام بتاعتهم. اول حاجه ده برده من بدايه دور المجموعات، مين اكتر واحد سجل اهداف؟ محمد علي بن رمضان مسجل 4 أهداف لكن على مدار البطولة مسجل 5. الثاني عبد الرؤوف بن غيث. الأكثر صناعة للأهداف حمدي النجاز 2 أسيست، واتكلمنا على قوته الهجومية. أنيس البدري 2 أسيست، خبرة كبيرة جدا وبيلعب قدام حمدي النجاز. مين الأكثر معدل محاولات على المرمى؟ خالد عبد الباسط المهاجم. المهاجم الصريح بن رمضان. بن رمضان ده بيأكد ان محمد علي بن رمضان عنده حتة التكملة جوه ال 18 وحتة التسديدات. هو انت كمان لو قطعت على بن رمضان وحمد الهوني انت قطعت اساسا الامدادات على عبد الباسط 70-80%. يعني انت لو وقفت الاثنين دول اوتوماتيك وقف وراهم عبد الباسط على طول، لان مفيش حاجة هتوصل. الاكثر معدل صناعة للفرص دي حاجة مهمة قوي. مين اخطر لاعب بيصنع فرص؟ حمد الهوني اللي هو الجناح الايسر 1.3 في الماتش. الاثنين الظاهرين اللي احنا اتكلمنا عنهم على المستوى الهجومي ممتازين، حمدي النجاز والياس شتي بيصنعوا فرص كتير. طب مين الاكثر في التمريرات الصحيحه؟ عبد القادر بدران المدافع الدولي الجزائري، وده بياكد ان هم بيحضروا الكوره عند الاثنين المساكين وبيعملوا تمرير طولي للاثنين المساكين. مين احرف لاعب في فرقه الترجي؟ احرف 3 لعيبه، محمد علي بن رمضان، حمد الهوني، انيس البدري، بيعملوا 1-4 مراوغه ناجحه في الماتش الواحد. دول احرف 3 لعيبه في الترجي. يحسب لحمد الهوني ان هو موجود في قائمه الاكثر مراوغات ناجحه، يحسب ليه ان هو موجود في الاكثر صناعه للفرص، دي حاجه تحسب له يعني دليل ان هو مهاري وبيصنع فرص حمد الهوني. يحسب لمحمد رمضان ان هو الاكثر، محمد علي بن رمضان الاكثر معدل، ثاني اكثر معدل محاولات والاكثر معدل محاولات صحيحه واللي اكثر تهديف. لا هو الولد الحقيقه عامل موسم محترم جدا ومن اكثر اللاعبين الصاعدين توهجا الموسم الحالي، ويمكن دليل على ده طبعا العروض اللي تلقاها. انا بتهيألي ان في عرض جاي له من الخليج وفي عرضين جاي له من اوروبا، وبالتالي هو مرشح ان ده الموسم ده يكون الموسم ولاعب دولي مع منتخب تونس دلوقتي. ولاعب دولي مع منتخب تونس الحقيقه قماشه محترمه جدا، ويمكن المدرب ريحه عشان المباراه المقبله. وخليني اقول لحضراتكم فيما يتعلق ب عندنا احنا طبعا حضراتكم عارفين انه احمد رمضان واكرم مع منتخب اولمبي، وهاني يعني بنسبه كبيره جدا مش هيلحق بره الحسابات في مباراه الذهاب على الاقل، وبالتالي التركيز في الفتره الحاليه يمكن يكون اكتر في الناحيه دي طبعًا. على رامي ربيعه في بيلعبوا دلوقتي هم الساعه 8 تقريبا، في صلاح محسن، في طاهر محمد طاهر، في اكرم توفيق، 3-0 لمصر في اول 25 دقيقه، في احمد رمضان بيكهام، في كذا لاعب. انت عندك ستة اساسيين تقريبا في المنتخب بس انت اللي بيلعبوا بشكل متواصل معانا الاساسيين صلاح محسن بيلعب بشكل متواصل، واكرم برضو وطاهر. بيلعب وطاهر ايوه دول الثلاثه الاساسيين في الفريق. بس طاهر مصاب طبعا ما دخلش من قبل بس هيبقى متواجد في مباراه الترجي طاهر ان شاء الله باذن الله. نتمنى طبعا طاهر ابتدى يجي وابتدى يطلع من اللي عنده، ابتدى بسيطه يعني ابتدى الانسجام الحمد لله بسيطه ان شاء الله يكون جاهز، اهم حاجه بس ما يبقاش سليم، لكن كمان انه يكون جاهز فورمه تسمح لي بماتش تقيل. مباراه انا بشوفها اصعب مباراه في السيزون السنه دي ماتش تونس، ماتش رادس هناك. هو احنا ان شاء الله يعني ربنا يكرم بس، ويعني البطوله دي برده هتبقى غاليه قوي، هيبقى مشوارك فيها صعب. انت قابلت صن داونز وبعدين هتقابل الترجي وبعدين ده يا دكتور احمد ان شاء الله، وبعدين هتقابل ان شاء الله الوداد في النهائي في المغرب. امل كبير في كايزر تشيفز. بشكرك نورتنا وشرفتنا في السادسه، وبشكر جماهير النادي الاهلي اللي تابعتنا النهارده. بكره نقابلكم في نفس الميعاد حلقه جديده السادسة، تحياتي لحضراتكم.